وهذه كشتة الشباب في اسفال بارد في القطب الشمالي. ما شاء الله تبارك الله. دكتورنا هلا. هذا الدكتور خالد الزعاق. كم درجة الحرارة الحين؟ درجة الحرارة بالمدينة 20 درجة تحت الصفر، والحين حنا بالبر درجة الحرارة 25 درجة تحت الصفر. هذا المقاسة عندنا بالجهاز من داخل المقاسة، أما المحسوسة فهي 45 درجة تحت الصفر. بالمناسبة نحن قادمون من منطقة تعتبر من المناطق الأعلى درجة حرارة في العالم إلى منطقة تعتبر أخفض درجة حرارة في العالم. فتصل درجات الحرارة عندنا بالصيف 55 درجة مئوية، وتنخفض ها هنا درجة الحرارة إلى 35 درجة تحت الصفر مئوية، يعني البون أو الفارق بينه 85 درجة. أجسامنا جربت البون هذا اللي هو 85 درجة مئوية. ولا جاكم شمالية في ترى طبعا، والتجارب الحياتية جميلة، خاصة تجارب أعلى درجة حرارة في العالم اللي هي عندنا مع الأخفض درجة حرارة في العالم اللي عندنا أيضا. وهذه التجربة الحقيقة كانت بقيادة الكابتن أبو عبد الله عمر اللاحم. وعمر اللاحم لولا حركته وإبداعه وحبه للاكتشاف كان ما نهضنا على ظهره وجابنا هنا من الحلال.